نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه البشرى وهذه المكرمة الكريمة لأبنائها الطلاب، والتي زفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأبنائها الطلاب. فهذه ليست مستغربة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فكما عودنا دائما باهتمامه بأبنائه الطلاب المبتعثين وأبناء الوطن في جميع أنحائه، فالآن هذه بشارة نزفها لجميع الطلاب ولجميع أولياء أمورهم، ومما تحملوا كثير من المصاريف، فلله الحمد بعد هذه البشرى الآن الطلبة يستطيعون التقدم على البرنامج والانضمام ليصبحوا أحد برنامج الابتعاث الخارجي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.